لفتني مقطع لمختص يتكلم عن نوع من أنواع العلاج واللي هو العلاج بالدعم الروحي. طبعاً حتى نجاوب حتى يتجاوب مع العلاج بشكل أسرع خصوصاً للحالات أو المراحل الصعبة. خلونا نعرف أكثر عن العلاج بالدعم الروحي ومين الأشخاص اللي يحتاجونه فعلاً. ينضم لنا في الاستوديو أستاذ طارق المالكي أخصائي إرشاد روحي. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. عليكم السلام. الله بالخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا لاستضافتكم. بس الله ينفع بهالرسالة اللي نقدمها بإذن الله للمجتمع. اللهم آمين. يعني عذرنا إذا إحنا أفحمناك قبل الهوى على كثير من الأسئلة يمكن أنا وما سألناها. بس كنا نحب إنه إحنا نستوضح كيف معنى العلاج بالروحي وهل عندنا في المستشفيات ولا لا. أي ما في شك اللي هو العلاج الروحي الدعم الروحي موجود في مستشفيات المملكة كلها. والله الحمد لله. أيضا على مستوى خارج البلاد أيضا منظمات تعليمية موجود الدعم الروحي اللي هو spiritual support. يسمونه ritual support. spiritual support. طيب أستاذ طارق لو بسألك بس عشان نوضح للمشاهدين بشكل عام لو نشرح وش معناته العلاج الروحي وعلى ماذا يرتكز وإيش الخدمات اللي يقدمها للمستفيدين ومن هم المستفيدين؟ العلاج الروحي هي نصوص شرعية تنص على المريض ومرض المريض وتعب المريض. هي احنا نستخدم النصوص الدينية الشرعية في العلاج. هذا هو الدعم الروحي. علاج ايش بالضبط؟ علاج اللي هو اخراج المريض، تبين المريض، يعني تأكيد نتكلم عن معتقدات المرضى. المريض إذا دخل المستشفى وتنوم يبدأ يدخل في دوامة ليش التعب، ليش أنا، وليش هنا نبين له نصحح له بعض النصوص أو بعض الإشكاليات الشرعية اللي هو ليش الله ابتلاه بالشيء هذا وكيف هو قادر يطلع من الامتحان هذا. جميل. طب كيف يتم استخدامه؟ يتم استخدامه عن طريق المرشدين الدينيين المتخصصين في الدعم الروحي بالمستشفيات. طبعا نستخدمه بزيارة المريض، خلال زيارتنا للمريض وجلوسنا مع المريض نبدأ نفهم روح المريض وش اللي يعاني منه، كيف احنا نستخرج منه الحزن الشديد، البكاء، الدوام اللي هو داخل فيها. طيب لو قلت لك أستاذ طارق حدثني أكثر عن الفرق ما بين الإرشاد الروحي والعلاج التلطيفي والعلاج النفسي أو الدعم النفسي. طبعا الدعم الروحي هو جزء من الرعاية التلطيفية. الرعاية التلطيفية أحيانا نتعمق فيها للمرضى اللي هم ندخل في مرضى مثلا مرضى الأورام اللي وصلوا لآخر مراحل العمر. نعم. هنا احنا نعالجهم روحيا تلطيفيا. طبعا الرعاية التلطيفية، الدعم الروحي والعلاج النفسي، كل هذه احنا ما نعالج اصل المرض لكن نعالج الاعراض. اعراض المرض احنا اللي نعالجها. زي ايش؟ مثل الحزن. اوكي. اي تصبر المريض. مثلا ندخل في دوامة الاكتئاب. يدخل في دوامة، هنا يدخل اللي هو الطب النفسي. جميل. في العلاج. طيب هل العلاج بالدعم الروحي يحتاج لوقت طويل عشان يوضح وتبان النتيجة؟ لا بالعكس، مجرد دخولنا على المريض والله الحمد لله ما يأخذ وقت معانا مع المريض. ليش؟ لأن ولله الحمد المرضى دائما يحتاجون بصيص أمل في الحياة، فإحنا ندخل من باب الأمل والاستبشار. جميل. هنا. طيب هل ممكن، أنا ودي بس يعني أنا ودي أعرف الطريقة اللي حضرتك قاعد تتكلم عنها أستاذ طارق. يعني في البداية تكلمنا على أنه تدخل لهم من مدخل طبعا ديني وصحيح؟ صحيح. إيه، فهل يعني تقرون عندهم قرآن ولا شلون؟ يعني أنا ودي أتخيل، لأنه في السابق يمكن كان طبعا هذا الشيء الآن غير موجود عندنا، لكن في السابق كانوا كثير من الناس يعني يأخذونها. الأمراض النفسية كانت تفسر بأنها أمراض قد تكون مرتبطة بجن أو حسد أو عين أو كذا، يعني تعرف أنت هذه الأمور كلنا يمكن كلنا شفناها. صحيح. فكانوا في ناس يسمونهم تجار الدين،
كانوا يجون عند الناس ياخذون مبالغ ويقول لك انا بقرا عليك وكي. هل هو شيء مشابه ولا شيء مره مختلف يعني؟ لا ما لا له علاقه. لا لا مختلف تماما. أوكي. مختلف تماما. احنا طبعا كدعم روحي اخذناها بدراسات. حلو. ما هو كذا يعني. طبعا الموفق اللي الله وفقه للمريض. نعم. لكيف ينقذ المريض من الوضع اللي هو فيه. طبعا احنا كدخولنا للمريض عندنا آليات وطرق لدخول المريض. اول شيء اختيار الوقت المناسب للمريض، هل المريض واعي، المريض صاحي، المريض يفهم عليك. ثاني شيء البوزيشن، الموقع، موقعك اللي دخلت على المريض. انت داخل للمريض في هيئه ممكن ما يقدر يلتفت، انت لا تروح تلتفت له انت من جهه ثانيه. نعم. هذا شيء. الشيء الثالث انه فتره جلوسنا مع المريض دائما خذ قاعده، المرضى ما يحبون يتكلمون عن مرضهم. صح. لكن يبغى يطلع خارج المرض، فدائما حواراتنا مع المرضى خارج حوار المرض. يعني احنا عندنا كثير من العلاجات يمكن بعضكم يستغرب اللي هو ان نعالج بالبكاء احيانا. المريض اذا جيت للمريض ولقيته يبكي او انه قدره للبكاء خله يبكي، لان هذا راح يفسد الدمله عنده هنا يرتاح بعدها. احنا نعالجه بالذكريات، نرجع له عن طريق عمله السابق، ذكرياته، نرجع لأيامه الجميلة. كل مريض عنده أنكرينج. الأنكرينج هذا لابد أنك تشتغل على المريض من الناحية هذه. جميل. طيب أستاذ طارق، لو بسألك ليش لجأت لهذا التخصص، وهل فعلا هناك دراسات أثبتت فعاليته؟ أي نعم. طبعا التخصص هذا جميل جدا، زي ما ذكرت الموفق اللي وفقه الله له فتح وادخل السرور للناس ونعدها من تفريج الكرب. التخصص هذا جميل. أنا في سنة من السنوات تعب خالي ودخل المستشفى وكان عنده سرطان. في حقيقة ما كنت أعرف كيف أتعامل مع الحالة. يعني أنا لاحظت حالات كثيرة من الغرف اللي جنبهم، حالات كثيرة في الغرف الثانية، أسمع عن واحد بتبتر رجله ويقول لك لا أنا ما أبغاها تبتر، والثاني عنده مرض أقل من خاله لكنه مرة ما هم مستوعب بحالته. فحتى الأطباء يختلفون، وأنا أوجه رسالة للأطباء أقول لهم يا طبيب قبل الطب كن إنسان، لابد الإنسانية مع المرضى. ليش؟ لأن المرض الطبيب هو روح المريض وعلاج المريض يوقف عند الطبيب، نفسية الطبيب. ليش؟ لأنك أنت في خلال نقلك الخبر للمريض هنا تهون عليه بعض الصدمات. فكانت الفترة صعبة تماما لأني ماني قادر كيف أتعامل مع المرض هذا. عشان كذا بحثت ودرست، والحمد لله الآن ولله الحمد المنة أظن والله العالم أنه من قصص النجاح اللي أنا أرويها للناس من بعض مرضاي وشكرهم وإيصالهم، يعني الشكر بطريقة أخرى، لدرجة إن حتى عند الوفاة نضحك المريض لآخر لحظة من لحظات. الله يجزاكم خير. يعني هو في النهاية عمل إنساني مثل ما تفضلت أستاذ طارق. لكن هيئة التخصصات الطبية اليوم عندنا في السعودية تصدر كثير من التراخيص يعني للناس اللي يمارسون أي تخصص في الطب. فهل هيئة التخصصات الطبية عندها أي ترخيص لأخصائي إرشاد روحي؟ طبعا حقيقة هيئة التخصصات عندهم برنامجهم بخصوص التخصص، لأن هذا يعتبر لهم هم في الكادر الصحي مثل الأخصائيين. لا إحنا نعتبر إداريين، نختلف عنهم تماما. إداريين يعني ما له علاقة. أي نختلف عنهم تماما عن الأخصائيين. وش أكثر القصص اللي أثرت فيك في تجربتك هذه؟ والله قصص كثيرة، لكن أنا ما راح أذكر البوزيتيف للقصص، راح أذكر جانب إيجابي. حقيقة وصلني الخبر يوم الخميس لمريضة كانت عندنا، في أخبر أني شفتها في 11 أو تاريخ تقريبا أكتوبر السنة اللي طافت. طبعا أنا بوصل رسالة، الدعم الروحي، من يعمل في الدعم الروحي، من يعمل في المستشفيات بشكل عام ما عندنا لقافة، هي ما هي لقافة، لكن إن نحب نساعد. فأنا كنت في أحد الممرات فوجدت رجل مع امرأته جالسين وهي تبكي، هو قاعد يصبرها.
فأنا جيتهم من باب ما هو اللقافة، جيتهم من باب المساعدة. قلت لهم السلامات اللي حاصل، قال والله هذه زوجتي وعندها كان عندها بريست كانسر، سرطان في الثدي، فمتأثرة كثيرا. قلت لها الحمد لله شيء بسيط، وإذا قلت أنا شيء بسيط أو أي طبيب أو أي مختص، إحنا ما نجامل مرضانا ولا ندخل معهم بالعاطفة، إذا قلنا شيء بسيط نعرف إنه هذا فعلًا شيء بسيط. البريست كانسر نعرفه من الأورام اللي تأخذ فترة من الزمن، والله الحمد وشفائها كثير. فقلت لها الحمد لله الأمور بسيطة، لا تشيلين هم، أنت فكري فقط في نفسك الآن، وأنا أعرف وش اللي أنت قاعدة تفكرين فيه من ناحية مستقبلية وزوجك والبقاء زوجك كذا، لكن شوفي أبسط الأشياء عندك. وأخذت زوجي وأتكلم معك الحين، لو تطلعون بس عند بيتكم حديقة وثلاجة شاهي وتجلسون تتقهوان، والحياة الحين قدامكم الحمد لله، هذه بحد ذاتها هذا اللي نبغاه، لأن الإيجابية هذه هي اللي تصنع تجعل للمريض عمر أطول من العلاج، لأن الإيجابية فعلا هي من تبقي المريض على 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 وضعه الصحي. فحقيقة ارتاحت، سكتت، راح الخوف وطلعوا. بس أنا أعطيتها لزوجها، قلت له تواصل معي إذا احتجت أي شيء، لأنه من الجالية العربية غير سعوديين. فما أنسى اتصاله اللي كان بعد الويكند، قال والله أني في آخر الليل أقوم وأدعي لك، لأنك فعلا غيرت من نفسية زوجتي كثير مرة. قلت الحمد لله، وبدأوا في العلاج. سبحان الله قابلت الخميس هذا، الكلام هذا له سنة، قلت هلا. وحتى هو والله شكله تغير، يعني شكله تغير عن أول، ارتاحت نفسيته. فقلت هلا كيف حالك، كيف الأهل؟ قال أبشرك بخير ونعمة، وقبل 4 شهور زوجنا بنتنا، وقبل 2 أسبوع زوجنا بنتنا الثانية هذه. قلت بلغ سلامي لأم صالح وسألها السؤال هذا، وقل لها تذكرين أول لقاء صار، هل تتوقعين أنك بتعيشين اللحظة هذه أو لا؟ ففعلا يعني هذه من القصص اللي عدوا لله الحمد من تفريج الكرم لبعض المرضى. أكيد فعلا، يعني في النهاية الواحد يسوي اللي يقدر عليه ل يعني مساعدة الغير بشكل عام، وخصوصا إذا كان شيء يعني أو أحد يمر في حالة نفسية سيئة أو حالة صحية يعني سيئة. عموما أستاذ طارق المالكي أخصائي إرشاد روحي، إحنا نشكر لك تواجدك اليوم معنا. العفو، نشكر لك يعني هذه أكيد هذا اللقاء وهذا الوقت، شكرا جزيلا. العفو، شكرا لكم كثير، الله يبارك فيكم. مشاهدينا بنكمل معكم ما تبقى من فقرات لهذا اليوم، ولكن بعد الفاصل.